بقوة القانون، ما تخلصوش الشوارع والأزقة، دوزوا لهم بجوان طريقة غير قانونية. المحكمة الإدارية حكمات شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون. أحد نواب عزيز أخنوش شد واحد 50 مليون، وكتشوف العساس كاين الغارديان وهو ما كاينش في الصفقة، يعني كاين الرشوة. قطع العروق ديالو ديال يدو. إلا عذبني ربي حسمي عذبني البشر. ديك الناس اللي كانوا كارين الباركينغات طلقوهم، ما بقاوش مكريين، حيدت من هنا. شات هاد الشركة هادي كرات صونابا، اجي راه بغيناك تخدم معانا، قلت لهم مرحبا. كنعطيهم تقريبا 1000 درهم 1200 درهم يوميا. قال لك اودي غدا ما تصبحش هنا. قلت لهم علاش؟ قال لك اودي ما كتعطينا والو. اللي عندهم الحق يبلاصي وفي مرابط قانوني عنده الحق يخلص 2 درهم بالنهار. الناس اللي برانيين كيقطع عليه ورقه 10 درهم 20 درهم 15 درهم. خوتي مغاربة السلام عليكم. اليوم الخميس 17 غشت 2023، ومرة أخرى غادي نتكلم هذا النهار على لي باركينغ، على مافيا الباركينغات. عرفتوا يوميا كيوصلوني العشرات من الرسائل ديال المواطنين اللي وقعوا لهم مشاكل مع الغارديانات، يا إما رسائل صوتية يا إما مكتوبين يا إما فيديوهات. كون جيت ندوز هادشي غتشدوا راسكم. واحد النصيحة وراه تكلمت عليها شحال من مرة قلتها، الله يرحم لكم الوالدين، بقوة القانون راه حتى حاجة ما غادي تجبدوها من راسكم. ما تخلصوش الشوارع والأزقة. يجي عندك الغارديان يقول لك أنا راه مخلصيني ولا كارين ولا شنو، قول لي سير دبر راسك ما غاديش نخلصك. الزنقة ولا الشارع كيتسمى الملك العمومي، الجماعة كيمكن لها تكري الملك الجماعي ماشي الملك العمومي. الملك العمومي ديال جميع المواطنين. تمشيو لصنابة ولا تكونوا في تالبرجت ولا تكونوا في الكورنيش ولا، ما تخلصوش الغارديان، ما تخلصوش. كان شي حاجه عيطوا للبوليس. الامن الوطني في خدمه المواطنين. وحتى الى شي عنصر من الامن الوطني جاء عندكم وقال لكم بان لا راه الباركينغ راهو مكاريين ولا شي حاجه، وكي غالب الامر ما غاديش يقولوها لكم، غادي تقولوا ليه هذا الملك العمومي ماشي الملك الجماعي، ما غاديش نخلص. هذه وحده. دونك لا صفة وما عندهاش الحق بالجماعة باش تكري الملك العمومي. ثانيا ممنوع بقوة القانون وما عندوش صفة أي مواطن يجي عندك غارديان ويقول لك خلصني، ما عندوش الصفة القانونية. اللي يمكن يتخلصوا هو البوليسي، هو الشرطة الإدارية ودير لك غير محضر شي حاجة بحال هكا. إما مواطن عادي غارديان يجي عندك يقول لك خلص ولا خلص الصحة، راه ما كايناش بقوة القانون. كانت شي حاجة الامن الوطني عافاكم، راه الا بقيتو كتخلصوا راه حنا شي حاجه ما درناها. كاين اللي كيقول لك اودي نشري لهنا ديالي لو 2 درهم، ولكن 2 درهم هنا 5 هنا 10 هنا راه ما غاديش نخرجوا منها. بالنسبه للباركينغ بجوان، واش كتعرفوا بان اولا كاين واحد الفيديو شبهه ديال الرشوه مقابل كراء هاد الباركينغ. هاد الباركينغ كتعرفوا اللعبه كلها تلعبات بواحد الطريقه عند راسهم مطورين، والغريب هو انهم سنطيحه. علاش كنقول سنطيحه؟ لانني قبل ما يتكرى هذا الباركينغ ودار ديك الصفقه المشبوهه ديال 10/7/2023 كانوا دوزوا لهم في الصفقه ديال الكراء الازقه والشوارع دوزوا لهم 14 الباركينغ ديال لوطيلات. هما عارفين بان اصحاب لي زوطيل غادي يخرجوا لهم ويقول لهم اودي هذا الباركينغ ديال لوطيل، والبلديه غادي تقول غادي نعوض لهم هادي بهادي وغادي يعطيهم بجوان. هو راه بجوان من الاول هما اللي قاصدين. وهادشي راه قلتو قبل ما تدوز هاد الصفقه هادي، وقلت ها اللعبه كيفاش غادي تكون، لان المصادر من البلديه هادشي اللي قالوا، الخبار اللي عطاوني هكا، راه ودي غادي يعطيهم هذا باش من بعد يدوزوا لهم الاخرى. واخا هكاك في 10/7/2023 دوزوا لهم بجوان طريقه غير قانونيه. كيجي حكم قضائي ديال المحكمة الإدارية والبارح. اشنو كيقول هذا الحكم القضائي؟ كيقول في الموضوع المحكمة الإدارية حكمات بوقف تنفيذ القرار رقم 11801 الصادر عن رئيس المجلس الجماعة أكادير بتاريخ 10/7/2023 إلى حين ألبت نهائيا في طلب إلغائه مع ما يترتب على ذلك قانونا، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون. هادشي ماشي انا اللي كنقولو، ها هو. يعني البارح
باركينغ بجوال بالمجان. تكون داخل يعطيك تيكي شدك تيكي وشرقو ولوحو عندك في الطوموبيل، تمشي لشي بركاصة ولوح داك تيكي ما صالح لوالو. مني تبغي تخرج يحط لك البارير ولا شنو هو، عيط للبوليس. هاد القرار ولا هاد الحكم القضائي ها هو كامل منشور في انستغرام عندي، منشور في صفحة ديالي في فيسبوك، يمكن لكم تيليشارجيوه، يمكن لكم تخليوه يدوي معاك. جبدوا ليه، ما عندوش بعدا اصلا الحق يدوي معاكم. كتعرفوا هاد القضيه ديال بيجوان كاينه شبهه ديال الرشوه، ان احد اعضاء المجلس الجماعي احد نواب عزيز اخ النوش شد واحد 50 مليون مقابل كراء بيجوان. شحال غادي يكونوا شدوا في الباركينغات كلهم والازقه والشوارع؟ غادي نوريكم واحد الفيديو غادي تشوفوا كيفاش غارديان وصلت لعندو، غارديان مخاسم مع الشركات الغارديانات وغادي يفضحهم، وهو يقطع العروق ديال يدو الدمايات وهذا. وحبست درت ليه الاسعافات الاوليه واصر باش يدير الاستجواب ويتكلم معايا، وداك الشيء اللي درت قبل ما يتم نقله الى قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني. الرشوه قتلات كل شيء، ما يمكنش. كتعرفوا واحد العدد ديال الازقه اللي ما داخلينش حتى في الصفقه، حنا دابا ما كندويوش على القانونيه، ما داخلينش في الصفقه، عدد من الازقه والشوارع وحطوا فيهم البانو، حطوا فيهم البانو وحطوا فيهم الغارديان. كاين اللي ما فيهش البانو وحطوا الغارديان، وكيدوروا دوك صحاب الشركات وكيتخلصوا عند الغارديانات صحا، دايرين جيلي باش يبان راه هو قانوني والتحجمه كاينه. واش عندهم لا سينيسيس؟ حتى شي واحد ما داروا ليه لا سينيسيس. دفتر التحملات واش تم احترامه؟ لم يتم احترامه. هادشي كامل عرفتوا علاش؟ واش كتظنوا ان الجماعه والسلطات المحليه ساكتين غير هكاك ومخلين هاد الناس كيجمعوا الملايين يوميا؟ كاينه هضره كدور ان كتجمع 5-6-7 المليون يوميا، وحتى ديك جوج دراهم في الكورنيش ما كايناش جوج دراهم للباركينغ، قانونيا دايرين جوج دراهم. الناس كتخلص 20 درهم و 15 درهم صحه. علاش هادشي كلشي؟ زعما السلطات المحليه والجماعه ساكتين ومخليهم كيجمعوا الملايين هكاك؟ اشنو غنظن انا مواطن؟ غادي نوي ان كل واحد كيوصلوا الباي ديالو يوميا، كل واحد كيشد رزقه الرشوه. هادشي اللي غادي نوي انا، ما يمكنش من الباركينغ ازقه والشوارع ما كاينينش دفتر التحملات، وكيجي واحد وكيحط البانو والسلطه المحليه كتشوف هذا البانو كاين وكتشوف العساس كاين الغارديان وهو ما كاينش في الصفقه. يعني كاين الرشوة، يعني كل واحد كيشد حقه وساكتين. فضيحة واللي تسيء إلى مدينة أكادير، تسيء إلى المغرب كامل، تشوه هنا عالميا. شوفوا معايا هذا الفيديو الفضيحة. وحاجة أخرى، باركينغ بيجوان بالرغم من هذا الحكم القضائي، البارح في الليل كل شيء كيخلص، واقفين عليهم ودارين البارير وما كان الخلاص. يعني يتحدون القانون، يتحدون القضاء. وهاد الناس اللي كيتحدوا القضاء الا ومكوفرين، مكوفرين من عند وليدات اخ النوش، مكوفرين من عند السلطات المحليه، سيروا خدموا ولا عليكم جمعوا الفلوس. وانا كمواطن غادي نقول خلوهم يجمعوا الفلوس باش يعطيهم حقهم، والله اعلم. شوفوا معايا هاد الفيديو غير قبل، راه هاد الفيديو عافاكم، شوفوا السيد شنو دار، ولكن شوفوا التصريحات ديالو. ومرة أخرى، ما تخلصوش الأزقة، ما تخلصوش الشوارع، ما تخلصوش باركينغ بيجوان، راه كلشي غير قانوني. أي سنتيم عطيتوه راكم غير كتلوحوا فلوسكم، يتم ابتزازكم والنصب والاحتيال عليكم. قطع العروق ديالو، قطع العروق ديالو ديال يدو. لا صاحبي، لا 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 لا، الآن سمحوا لي غنقطع نمشي نجيب الدواء، نمشي نجيب لي بونسمون. لا لا لا، ما نصورش معاك، اجي معي. لا والو والو والو، شمس سطي ولا مالك؟ الا عذبني ربي احسن يعذبني البشر. خويا محمد السلام عليكم. عليكم السلام خويا. انا كنعرفك انت قديم هنايا في الباركينغ هذا ديال ممر الورود ياك؟ هذا الباركينغ ممر الورود ما مكريش، ما دخلش الصفقه، علاش كيتخلصوا فيه؟ وعلاش كنشوف الجيليات هنايا؟ ما فهمتش هذا شنو واقع. انا سيدي قبل ما يطلقوا لي باركينغات، دوك الناس اللي كانوا كارين الباركينغات طلقوهم، ما بقاوش مكريين، حيدت من هنا. لا
لحقاش كيجي البوليس كيقول لك اودي الباركينغ ما مكريش كيلقاك بلا شي جيلي صفر كيديك كيدير لك في محضر حارس وهمي. اييه دونك ما بغيتش المشاكل حيدت بحالتي. اها بدات واحد العامين ولا ثلاث سنين جات هذه الشركه هذه كرات صونابا. اييه عيطوا لي في التليفون قالوا لي انت حرايفي قديم كتعرف تخدم اجي راه بغيناك تخدم معنا. قلت لهم مرحبا. جيت وراوني الوراق قالوا لي حنا راه كرينا في صونابا وكذا وهذه هبطوني لهذا البارك هنا نخدم. ولكن هذا ما مكريش ما دخلش قالوا لي لا راه كرينا وعلقوا واحد الجعبه راه هي علقوها في الراس ديال الفوق. قالوا لي لا غدا غنعلقوا البلاكه راه هي واحد الجعبه غنوريها لك. اي اي قالوا لي لا غدا غنعلقوا البلاكه انت خدم معنا هنا راه ما غيهضر معاك لا مخزن لا والو حنا راه قانونيين هنا راه كرينا هنا. عطوني البارج اللي هو عطوني البارج ها هو اه وعطوني الجيلي ها هو عندي في الساك. اييه وخدام مور العيد الكبير حتى لهذه واحد شحال كتعطيهم في النهار هنا؟ كنعطيهم تقريبا 1000 درهم 1200 درهم يوميا. يوميا يوميا وهذا ماشي قانوني ما هو مكري ما حتى حاجه 1200 درهم 1200 درهم اللي كنعطيهم في النهار كيجي يديها كيجي يديها. جات هذه واحد تشفرت هذه 10 ايام واحد 10 ايام جاو قال لك اودي غدا ما تصبحش هنا. قلت لهم علاش؟ قال لك اودي ما كتعطينا والو غنجيبو 1200 وما قداهمش. اه قال لك غنجيبو واحد السيد غيسيي البلاصه غنشوفو شحال كدير وغنعيطو لك تخدم. ايه قلت لهم ايه واخا. مشيت جلست دازت واحد الاربع ايام عاودو عيطو ليا قالوا لي رجع تخدم. قلت لهم الله يسخر رجعت كنخدم. عاود خدمت واحد يومين خدمت واحد يومين عاود هما يوقفوني قال لك لا راه الحال سخون. هاد الايامات اللي كان الحال سخون ايه ثلاث ايام واحد النهار اللي خدمت فيه قال لك لا الحال سخون والناس كاع عطاو الروسيطه مزيانه غير انت اللي عطيتي الثمن اللي كتعطي. قلت لهم اودي راه الحال سخون راه واش دايرين لك التامين دايرين لك الوراق دايرين لك لاكيس قالوا لي غيكون لاكيس غيكون لاسورانس غيكون كلشي ما كاين والو حتى شي حاجه فهادشي ما كاينه كيجمعوا الفلوس وصافي صافي ما كاين حتى شي حاجه فهادشي. ملي كتعطيهم ملي كتعطيهم هذاك 1200 درهم واش كيعطيوك شي بون شي فاكتوره؟ ما كيعطيوني والو ما كيعطيوني والو كيشدوا ديك الفلوس كيجي داكشي ديال البزنسة. وكنبدا مع 6 الصباح هي حتى 4 3 الليل عاد كنسالي من هنا بوحدي كنخدم بحال هاد الكار ديال اللي كاين دابا. دابا هاد السيد هذا اللي كاين هنا راه من 7 الصباح ولا من 6 الصباح حتى 3 4 الليل عاد غيمشي ياك حتى 3 4 الليل. دونك هذيك على ما يزيد واحد اكثر من 12 ساعه كثار وهو خدام هنايا. الطوموبيلات اللي كيستاسيونيو هنا بشحال شحال كيخلصوا؟ هادشي ما عليه من هادشي غير قانوني تشفرت. الطوموبيلات اللي عندهم الحق يبلاصيو في مرابط قانوني عنده الحق يخلص جوج دراهم بالنهار. شحال كيخلصوا الناس هنايا؟ هادو الناس اللي برانيين. كيفاش براني؟ باش كتعرفها براني؟ بماتريكول كيعرفوا براني بماتريكول. اه كيبلاصيه كيخلق ليه بلاصه كيحيد ليه تريبورتور ولا كيتسنى شي واحد طالع كيقول ليه انا نعطيك بلاصه كيطلع داك السيد كيخرج داك اللي خارج من البحر كيبلاصي تما تيقول ليه انا دبرتك على بلاصه. شحال؟ كيقطع ليه ورقه 10 دراهم 20 درهم 15 درهم. او ما كاين ما بقاتش جوج دراهم؟ لا ما كايناش. هو كاين دابا كاينين الناس هنايا. اه غنوريهم ليك وغايجي ويقول لي شحال خلصتي وغايقول لك شحال باش ما 15 20 درهم باش ما يقولكش انا كذبت عليه ولا شي حاجه. هادشي كاين دابا يخرج شي شخص من هنا. وهاد الطوموبيلات اللي فوق التروطوار ما كيجيش لهم ديباناج هادو اللي هنايا؟ كيجي لهادو اللي من هنايا هادو كيجي يديهم ديباناج كيجي عندهم هاد مول الرامسه كيقول لهم هادو خدامين هنا في الرامسه. وشحال كيخلصوا المول الرامسه هادو؟ مول الرامسه كيخلصوا له واحد 10 دراهم 20 درهم حتى 15 درهم. دابا حتى مول العساس ديال الرامسه حتى هو كيتخلص حتى هو كيبزنس في هادشي. حتى هو كيبزنس في هادشي. بالي دي روز بالي دي روز هذاك العساس اللي ليه مستغل لنا دوك السيكيريتي كيبلاصي واحد خمسه طوموبيلات تما ب 10 دراهم 20 درهم 15 درهم كيبلاصيهم تما كاينه وكيقسم مع السيكيريتي. حتى بالي دي روز حتى هو كيبزنس في هادشي. كاع ما كاين مولاه مسدود كاين غير السيكيريتي ما عندوش حق يباركي تما. دونك دابا داك الباب الا شعلت العافيه هنا من غادخل البومبيه. البومبيه من غادخل. دابا هادوك حتى هما مخلصين 20 درهم 15 درهم الطوموبيل. 10 دراهم 20 درهم هادوك ممنوع ستاسيونمون تما لوطيل ما خدامش ممنوع يباركي تما انتيردي. ومني كيجي شي واحد ولد اكادير هذيك الف 33 ولا ب 33 34 الناس ديال البلاد كيجي عارف هادو اش كيديروا ما كيهضرش مع الكارديان كاع. اه كيوقف على السيد اللي حل الكوف غيخرج بحالو كيسولو خويا خارج بحالك كيقول لي كيبقى واقف شحال من خطرات خاص مع الكارديان كيقول ليه لا راه هذا صابخ كيقول ليه لا انا راه سولت السيد واش خارج. اه وقال لي راني خارج راه انا اللي غنبلاصي تيقول ليه لا ما تبلاصيش كيدابز معاه كاع مازال كيدابز معاه باش هذا كيدخل هو هذاك البراني ويعطيه 20 درهم وما يخليش هذاك اللي ولد البلاد ولد البلاد يستاسيوني هنايا. هادشي اللي كاين هنا ولد السر مصيبه يا اخي. هادشي اللي كاين وانا مستعد هادشي هذا مستعد هادشي اللي كنقول كنقولو في كامل القوه العقليه. اه وكنشهد بهذا الشيء هذا امام هذه راه تشفرت راه ماشي غير تشفرت حدا تشفرت
يلاه مشيو للمستعجلات. لا لا تنجيو الناس البوليس ويوقفوا هذه المهزله هذه، راه مهزله. انا قلت لك انا هضرت معك السريطه قلت لك دماغي يحبس، حبس ولا ما يحبسش؟ حبس. انا دابا نعاود نسرولو. لا 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 دابا نعاود نسرولو. لا 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 عافاك. الا ما جاوش يوقفوا هذه المهزله هذه غنعاود نسرول راسي، غنموت هنا غنموت هنا غنموت تنصفى من الدم. لا لا حاشا انا درت ديك الخاطر لحقاش عيطت لك وجيتي عندي درت ديك الخاطر. لا عرفتي ساليك الدم بزاف. اي لحقاش انت بغيتيني السلامه ديالي. وياها صح. هاد الناس ما بغاوليش السلامه ديالي، هاد الناس تعداو عليا، هاد الناس تعداو عليا وتكرفصوا عليا. انا كنتحرق في الشمس هنا من الصباح حتى الليل وما كندي والو ما كندي والو، ومورا ذلك مازال وقفوني وما خلاونيش نترزق. الله يسهل عليك خويا. نعيطوا للبوليس دابا؟ اي البوليس دابا 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 يوقفوا هاد المهزله. قول لي اخويا كاينه تما واقيله واحد 50 ولا 60 موطور، شحال كيخلصوا دوك المطر؟ راه دابا راه خاويه الدنيا من المطر. خصك تشوف ليا ما تسخونيه السبت والحد على ما يزيد من تما حتى الراس، وهاد الجهه هذه عامره حتى الراس فوق التروطوار. بعدا راه ممنوع فوق التروطوار. فوق التروطوار ما عندهمش هما مشكل، فوق التروطوار شحال كيخلصوا؟ كيتخلص بخمسه دراهم الموطور. الموطور في بلاصه درهم اللي هي قانونيه درهم. اللي قانونيه درهم 10 دريال، كاينه الفكره الموطور 10 دريال درهم، كيتخلص خمسه دراهم. ومازال ولد البلاد كيقول لهم انا كنخلص غير جوج دراهم وكذا وهذه، كيقول لي واخا هاكا ورقه كنخلص نعطينا داكشي اللي بغيتي. كيعطيهم ثلاثه دراهم جوج دراهم وكيحط الموطور وكيزيد بحاله. هما كيما كتشوف انتيردي فوق التريطوار كامل. اي 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 الله يصاوب خويا الله يصاوب.